السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن صحة ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم واحد الدجاجة اللي غادي نعمرها لكم بالشعرية الصينية وغادي نديرها طيب في الفران، كتجي لذيذة والمذاق ديالها هائل. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. بالنسبة ان شاء الله للمقادير، عندي هنايا دجاجة من وزن 2 كيلو. بالنسبة للتوابل عندي ملعقة كبيرة ديال الخرقوم، ملعقة صغيرة ديال الابزار، وملعقة كبيرة ديال سكينجبير، عندي القليل من التحميرة او الفلفل الاحمر والقليل من الكمون. بالنسبة للكمون والتحميرة غادي نستعملهم في الشعرية الصينية ماشي مع الدجاجة. وعندي هنا واحد 125 غرام ديال الشعرية الصينية اللي غادي درتها في القليل من الماء، الماء سخنته ودرت فيه الشعرية الصينية حتى طلقات لي شوية وقطعتها بالمقص. عندي القليل من القزبور والمعدنوس، راه هنا الكميه اللي عندي غادي نستعمل منها القليل مع الدجاج والقليل مع الشعريه الصينيه. عندي واحد الملعقه كبيره ديال الثومه مدقوقه، ملعقه صغيره ديال الهريسه، وهنا عندي الكبيده والقنصه وداك الاحشاء الداخليه ديال الدجاج، قبضتهم وسلقتهم في شويه ديال الماء والخل والملحه وغرقتهم قطع صغارين كيف ما كتشوفوا. عندي هنايا القليل من الزيتون الاخضر مقطع دوائر وواحد نص حامضه اللي حتى هي غني قطعتها قطع صغيره. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ واحد زلافه كبيره باش غادي نشرمل الدجاجه ديالي. غادي ندير القليل من المعدنوس والقزبر، وغادي نخلي الكميه الاخرى غادي نستعملها في الشعريه الصينيه. غادي نزيد القليل من الهريسه، واحد الملعقه صغيره ديال الثومه، وغادي ندير القليل من الخرقوم، الابزار، وملعقه صغيره ديال سكينجبير، وغادي نخلي الكمون والتحميره غادي نستعملهم مع الشعريه الصينيه. غادي نزيد واحد شويه ديال الملح هاد التوابل هادي باش تطلق ليا شويه. نسيت ما حطيتش الملح. غادي نضيف القليل من الملح، ما نكتروش بزاف لان عندنا الحامض وديجا الدجاج راه مغسول بالملح والخل، ما نكتروش بزاف. وغادي نقبض الدجاجه ديالي وغادي نشرملها مزيان في هاد الشرموله هادي. غادي ندخلها مزيان كيف ما كتشوفوا. غادي نقبض هاد الشرموله مزيان وغادي نديرها في الجناب ديال الدجاجه، نحاول ندخلها ما بين الجلده واللحيمه. ندخل مزيان هكايا كيف ما كتشوفوا الشرموله مزيان ما بين الدجاجه وغادي نشرملها مزيان. بهذه الطريقه هذه غندخل فيها الشرموله مزيان ما بين الجليده واللحيمه، وغادي نخلي هاد الدجاجه ديالي تشرب ليا هاد الشرموله هذه اللي درت فيها. من الاحسن الى شرملتها السيده بالليل وخلاتها كتشرب هاد التوابل هادو مزيان، والا كانت السيده مزروبه عليها تخليها واحد ساعتين حتى تشرب مزيان هاد التوابل، عاد ان شاء الله ندوزو نعمروها. بالنسبه للشعريه الصينيه كيف ما قلت لكم هنايا راه عندي 125 غرام ديال الشعريه الصينيه، كل وحده دير الكميه اللي كتناسبها على حسب اللي كانت غدير جوج دجاجات ولا دجاجه. دوب المقادير، انا عطيتكم هنايا المقادير ديال الدجاجه، واللي عندها كميه كثيره دوب المقادير. غادي نضيف القزبور والمعدنوس اللي بقالي، الهريسه تيتبقى الهريسه على حسب الاختيار، اللي ما تيبغيش الحرور ما يضيفهاش. الثومه، وغادي نضيف هاد الزيتون مع الحامض المصير،
وهاد الكبيده مع القنصه والقلب ديال الدجاجه. وبالنسبه للتوابل غادي ندير ملعقه صغيره ديال الخرقوم، قليل من الابزار، ملعقه صغيره ديال سكينجبير، وراس معلقه ديال الكمون. ما نكتروش بزاف باش ما يجيناش المروره، كندير انا هي راس معلقه باش كنلدد. وغادي ندير هاد التحميره هادي، وما نساوش بطبيعه الحال نضيفوا القليل من الملح، ما نكتروش بزاف لان عندنا الحامض مع الزيتون. وغادي نضيف لهذا الخليط هذا القليل من زيت الزيتون، غادي نجمعوه بالقليل من زيت الزيتون، كتجي هائله في هذه الوصفه هذه. وغادي نخلط هذا الخليط هذا ديالي مزيان حتى تنسجم ليا هاد العناصر كامله اللي درنا فيه، وعاد غادي ندوز ان شاء الله باش نعمروه في الدجاجه. غادي نستعمل انا يديا، ما كيعجبنيش كاع نخدم بالمعلقه، غادي نحل هكايا الدجاجه. وغادي نبدا نحاول ناخذ الشعريه الصينيه وندخلها فيها، وانا كنجمع حتى دوك الكبيده مع باش تجي عامره بكل شيء، ما تجيش خاويه ويكون فيها هي الشعريه الصينيه. نحاولوا نهزو المحتوى تقريبا يكون كامل، نحاولوا نهزو الحشو يكون مخلط بالكبيده ديالو والشعريه الصينيه باش تجينا عامره الدجاجه بكل شيء، ما تجيش خاويه. غادي نوصل يديا وغادي نجيب لي كوردون باش نشد الدجاجه ديالي. غادي نستعمل انا غير لي كوردون، واللي بغات تخيطها ممكن دير لي بغاو الخيط وتخيطها. انا هي لي كوردون حيت غادي نديرها في الفران راه ما كتحلياش. نحاولوا نجمعوها بهذه الطريقه هكا، ثم كما كتشوفوا الدجاجه ديالي راه تجمعات لي. اللي بغات ديرها تفور في الكسكاس ممكن ديرها تفور في الكسكاس، انا غادي نديرها في الفران. غادي نجمعها بالورق ديال الطبخ، غادي نديرها بعدا كاينه في الورق ديال الطبخ، هذا الورق هذا اللي راه كيتباع عند بائعي الحلويات. غادي نجمعها هكايا مزيان في ورق الطبخ، غنجمعها مزيان باش داك الصهد ديالها والمواد اللي كتطلق كلهم غادي يبداو يدخلوا فيها ويتنسمو فيها مزيان، وكتجي لذيذة حتى بالنسبه للسيده اللي ما لقاتش الوقت باش انها تشرملها وتخليها وقت كتير باش انها تلدد ويدخل ليها مزيان داك الشرموله في اللحيمه. هاد الطريقه هذه اللي كندير راه كتكون ناجحه 100% ومجرباها. تقريبا كيجيو عندي ضيوف ولا في وقت متاخر وما كنكونش واجده، كندير هاد الطريقه، كنقبض دغيا الدجاج كنشرملو كندير له هاد الكاغيط هذا، وكنعاود عليه البابي الومنيوم، كنعاود نشد عليه مزيان بالبابي الومنيوم وكندخلها للفران، وصدقوني كتجي هائله وبحال الا جلست ليله كامله وهي كتشرب في ديك الشرموله ديالها. غادي ندخل دابا انا ان شاء الله من بعد ما نزيد عليها البابي الومنيوم غادي ندخلها ان شاء الله للفران، وغادي نخليها كطيب على نار مهيله. كل ما لقينا لها الوقت وتطيب على خاطرها وتاخذ الوقت ديالها في الطياب، كل ما كطيب لينا مزيان وديك اللحيمه كتلدد مزيان بداك التوابل اللي فيها وكتجينا طايبه. ما خاصناش الدجاج نجهدوا عليه بزاف لان اللحم ديالو كيكنزز وما كيطيبلناش مزيان. غادي ندخلها انا للفران حتى تاخذ الوقت الكافي حتى تطيب، عاد ان شاء الله غادي نخرجها ونقدمها لكم بالصحه والراحه. الدجاجه ديالي بعد ما طابت وتحمرات كيف ما كتشوفوا راه خليتها كطيب في الفران حتى خدات الوقت الكافي ديالها وطابت ليا مزيان وتحمرات، دهنتها بشويه ديال الزبده وعريت عليها داك البابي الومنيوم مع الكاغيط ديال الفران وخليتها كتحمر. رافقتها بالخضار كيف ما كتشوفوا، وداك الشعريه الصينيه اللي شاط لي حتى هي حطيتها في الجوانب ديال الطبسيل كمرافقه مع الخضار. كنتمنى هاد الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، عن جد كتجي لذيذه وهائله،
وكنتمنى تعجبكم، وكيف ما كنقول دائما الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ما بين الاصدقاء، واللي اول مره كيزور القناه ديالي كنتمنى يشترك ويفعل الجرس. والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.